أبناء وبناتي، طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة، This is Dr. Baki from Egypt. هنستكمل مع بعض السلسلة بتاعت Blunt Abdominal Trauma. هنشوف كتاب Manual of Surgery بيقول فيها إيه. النهاردة موضوعنا Blast Injuries، اللي هي الإصابات الناجمة عن القنابل والانفجارات والعبوات الناسفة وإصابات الحروب. دي طبعا لما بتواجهك كنائب جراحة في الاستقبال مهمة عويصة جدا في التشخيص، وبتيجي بأعداد كبيرة، وبيبقى مهمتك كقائد فريق التروما إن أنت تعمل فرز كويس، ترياج سورتينج أوت، علشان تشوف مين يستحق ان هو يستفاد من امكانيات المستشفى وتنقذه، وما تضيعش ريسورسز في حالات ميؤوس منها. فدلوقتي هنشوف بلاست انجلز، انفجار القنابل بيرستنج بامبس والالغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، بيفجر معاها الكيسينج او الغلاف الخارجي بتاع القنبلة، وده بيطلع فراجمنتس او شرابنل اللي هي الشظايا. والشظايا دي الافكت بتاعها والاصابات بتاعتها اكبر بكتير قوي من البوليتس، لان هي بتبقى بسرعة عالية وبتبقى irregular in shape وبتؤدي الى too much damage to the human beings، خصوصا الشظايا اللي بتتخلف من الانفجار، سواء من انفجار القنبلة ذات نفسها أو الموجة الانفجارية لما بتحطم مثلا الواجهة الزجاجية لمبنى كبير. ممكن الشظايا الزجاجية دي تصل لأبعاد تصل إلى 2 كيلو بعيد عن المبنى. كل الانفجارات، كل الاكسبلوزيف بيبقى معاها حاجة اسمها كومبلكس بلاست ويف، الموجة الانفجارية. والموجة الانفجارية دي بنقسمها لبرايمري وسكندري وتيرشري. الموجة الأولانية الناتجة عن الغازات اللي هي انفجرت بطاقة كبيرة من القنبلة، ليها افكت على المحيطين بالقنبلة، ودي اسمها برايمري بلاست ويف انجري. بعد كده بيحصل تطاير للدبري والشظايا وقطع الزجاج، ودي بتسبب سكندري بلاست انجري. وبعد كده الموجة الانفجارية دي ممكن تطير الفيكتيم يطير في الهواء، فدي اسمها تيرشري بلاست ويف انجري. فالموضوع كومبلكس، فممكن الفيكتيم يبقى الاصابات بتاعته ناجمة عن الموجة الاولانية، ودي بتؤثر على كل الاجهزة اللي في جسمه، اكتر حاجة اللي هي بتحتوي على اير زي الميدل اير وزي اللانجز وزي الانتستين. وبعد كده الشظايا المتطايرة من الانفجار والزجاج والدبري ممكن يصيبه بإصابات جسيمة. وفي المرحلة الثالثة للموجة أو التصنيف الثالث، هو شخصيا ممكن يطير في الجو وبعدين يقع، ودي تسبب إصابات. وفي بقى quaternary blast wave injury اللي هي الحاجات المصاحبة للانفجار، ان هو نفس المصاب ده ممكن يصاب بحريق او يستنشق غازات سامة او تقع عليه المبنى نتيجة الانفجار. فبيبقى قدامك فيكتيم في اصابات عديدة جدا، بيحتاج مجهود جامد جدا من التروما تيم. الموجة الانفجارية البلاست ويند المتسببة من الاكسبلوجن هي بتسبب المشاكل دي كلها.
في معلومة مهمة ليك كراجل تروما سيرجن، اللي هو الإير درام. لما تلاقي المصاب بتاعك بعد الحوادث الانفجارية ما بيسمعش وعنده perforation of tympanic membrane أو hemotympanum دم في الميدل إير، خد بالك دي علامة إن هو كان قريب من مركز الانفجار. ليه؟ لأن عند مركز الانفجار قوة الضغط بتبقى حوالي 7000 كيلو نيوتن على المتر المربع. التيمبانيك ميمبرين بيرابشر عند 150. طب المعلومة دي تهمني في إيه؟ إن الناس اللي جايين الطوارئ وما بيسمعوش ربعهم بيبقى معاهم associated injury، لأن ده indicator ليك كجراح إن الراجل ده كان قريب إلى مركز الانفجار، فتمبانيك ميمبرين فرقع. حوالي 22% من اللي عندهم تمبانيك ميمبرين ruptures بيبقى معاهم associated injuries في الانتستين أو في اللانجز. فدي انديكيتور مهم ليك وانت بتفحص العيان وبتقيم الوضع. طيب معلومة تانية تهمك، اللي هي هل الانسان اللي هو قرب الانفجار وكان مستخبي ورا حيطة مثلا، هل مش هيتأثر بالانفجار؟ الإجابة هيتأثر إلى حد ما. ليه؟ لأن في حاجة اسمها incident pressure، الموجة الانفجارية زيها زي موجات الصوت ممكن تلف over and around an obstruction، تلف حوالين الشلتر أو الحائط اللي هو بيحتمي وراه وتصيبه. دي نقطة. النقطة الثانية إن هذا الفيكتيم أو الضحية لو كان واقف قدام شيلتر أو قدام الوول، فالموجة الانفجارية هتصيبه وبعدين هتخبط في الوول وهترجع له تاني. دي اسمها ايه؟ reflected pressure. فدي هتؤدي الى مزيد من الاصابات. المعلومة التانية الاخرى اللي انت تاخد بالك منها ان هي الموجات الانفجارية بتنتشر في الماء وبتبقى more damaging أكتر من الهواء. The blast wave underwater travels at great speed and to greater distance وبتؤدي إلى more damage. يبقى الانفجارات اللي تحت سطح الماء أشد خطورة من الانفجارات فوق سطح الماء. Bells of wisdom: structure injured by primary blast wave are ears, lungs, heart and gastrointestinal system. بمعنى ايه؟ ان دي الـ air containing tissue، air containing tissue، middle ear، lungs والgastrointestinal system. الموجة الانفجارية ممكن تسبب heart contusion، ممكن تسبب cardiac tamponade. يبقى دي الحاجات اللي انت هتفحصها وتعمل فوكس عليها في الطوارئ لما تستقبل victims من حوادث انفجار عبوات ناسفة. طيب معظم الفيكتيمز هيبقى عندهم combination، خليط من blunt penetrating blast، thermal injury حروق، هتلاقي عنده deafness، lung contusion. الموجة الانفجارية blast wave ممكن تعمل acute respiratory distress syndrome direct effect على اللانج، وممكن نفس الفيكتيم يجيله acute respiratory distress syndrome من الشوك ستيت اللي هو هيدخل فيها نتيجة multiple trauma اللي حصلت له. طيب المانجمنت بتاعك طبعا according to advanced trauma life support بالبريوريتيز بتاعتها والبرايمري سيرفي والاي بي سي دي. طبعا ريسسيتيشن في ويل اكويبد هوسبيتال، العيان هيحتاج انتنسيف كير، هيحتاج انتيبيوتكس، هيحتاج تيتانوس توكسويد
وممكن يحتاج طبعا جراحات. Warfare injuries، إصابات الحروب. أكتر حاجة بتسبب إصابات في الحروب بتبقى الفراجمنت أو الشرابنل، اللي هي الشظايا الناتجة عن الانفجارات. ليه؟ لأن في سياسة في الحروب اللي هي إيه، كل ما كان تسببت أنت للعدو بتاعك في more casualties، دي كانت تبقى incapacitating to him. إنما أنت لو تسببت في عدد كبير من القتلى، دول مش هيسببوا له عبء جامد القتلى، إنما المصابين عبء اللوجيستيك على اقتصاد الدولة وعلى مستشفيات الدولة وعلى إمكانيات الدولة. فعشان كده الميسايلز والبومبز والشيلز بتبقى مصممة إن هي تسبب أكبر عدد ممكن من المصابين. طيب wound plastics and mechanism of injury، لازم يبقى عندنا فكرة مبسطة عن الرصاص، أحجامه وإصابات الناتجة عن مسدس، إصابات الناتجة عن بندقية، هل في اختلاف بينهم ولا ما فيش اختلاف. البوليتس اللي هي ناتجة عن الهاند جان، السرعة بتاعتها أقل طبعا من البوليتس اللي هي من الرشاشات أو من البنادق، يعني والطاقة بتاعتها أقل، فبيسموها low velocity injury. الطاقة بتاعتها بوليتس بتبقى حوالي 500 جول، إنما البوليتس اللي طالع من بندقية بيحتمل طاقة يمكن 6 ضعف، حوالي 3000 جول. وبالتالي الانجري الناتجة من هنا مختلفة عن هنا. الانجري الناتجة عن رصاصة من هاند جان بتبقى محصورة confined لمسار الرصاصة فقط، علشان هي low energy low velocity. إنما الانجري الناتجة عن بوليتس من رايفل، assault رايفل أو شازية منطلقة بسرعة عالية جدا، بتبقى نسميها هاي انرجي، مش بس بتعمل كراشنج ولاسريشن في المسار اللي هي ماشية فيه، لا ده بتعمل ريموت انجري بعيد عن مسارها بسبب ظاهرة اسمها كافيتيشن فينومينا. الانرجي بتاعتها بتبقى عالية جدا، فبتعمل ازاحة في المسار بتاعها وتصيب نيورو فاسكولار باندل، ممكن ما تكونش في التراك او الباثوي بتاع البوليت نفسها. اوكي طيب المانجمنت بقى، لما يجي لك في الطوارئ واحد واخد طلقة رصاص، واحد واخد طلقة رصاص، ايه الحاجات اللي هتهتم بيها وتفوكس عليها؟ اي طلقة عادة بيبقى ليها مدخل ومخرج، entrance و-exit wound. ممكن جدا الـ entrance والـ exit wound يبقوا خادعين جدا ليك، وتبقى متخيل ان ما سببوش اصابات جامدة جوه. لا، ساعات جدا بيبقوا منظرهم بريء وعاملين اصابات شديدة جدا في المسار بتاعه. وبعدين ما تبقاش طبعا متخيل ان كل الاصابات على خط مستقيم ما بين الانتري والاكزيت، لان ممكن بيحصل ديفليكشن لمسار الرصاصة جوه جسم الانسان وتسبب اصابات ليست في الحسبان. يعني مثلا طلقة داخلة في الرايت باتوك وطالعة من الليفت اليك فوسة، عملت ايه بالظبط جوه؟ ده كويشن مارك. مش شرط ان انت تتخيل ان هي الاصابات على خط مستقيم ما بين الايه، ما بين المدخل والمخرج بتاع البوليت، وخصوصا لو الرصاصة دي ضربت في عظمة والعظمة اتكسرت وشظية من العظمة اتحركت، هتعمل اصابات هي كمان. اوكي، فانت طبعا بتتعامل معاه بالـ ATLS guidelines. يستحسن من الناحية الميديكال ليجال إن أنت تاخد صور للمدخل والمخرج بتاع الرصاصة، علشان الانفستيجيشن ليتر اون الميديكال ليجال consequences بتاع الحادثة دي. اوكي.
طيب هنعمل ايه في المدخل والمخرج بتاع الرصاصة؟ هل هنجيب خيط ونقفلهم؟ الاجابة لا، احنا هنعمل اكسيجن للسكين اراوند الانتري والاكزيت، يعني هنوسع المدخل والمخرج، وبعدين هنعمل ليبرال لونجيتيودنال انسيجن في الليمب، جرح طولي هتقطع السكين والديب فاشيا، والديب فاشيا مهمة جدا علشان بعد كده مكان الإصابة بيورم وبيعمل كومبارتمنت سيندروم، فمهم جدا تو انسايز لونجديودنالي الديب فاشيا بتاعة الليج. الليبرال بيج لونجديودنال انسيجن ما بين المدخل والمخرج بيتيح لك بروبر فيجواليزيشن وتقيم الوضع وتشوف مدى الإصابات. هتعمل ايه ديبرايد؟ ديبرايدمنت يعني ايه؟ بتشيل اي حاجة unhealthy في سكتك، all dead tissue، foreign body، قطع من الملابس، dead muscle. dead muscle does not bleed or contract ولونها dusky، دي برضو لازم ايه تتشال. لازم تحدد النيوروفاسكولار باندل بتاع الليمب ده وتشوفها سليمة ولا لا. طيب لو لقيت انجرد نيرف بتعلمهم بمثلا colored thread for possible future repair، ما بتعمل لهمش primary repair في المسايل انجري. لو في significant arterial او venous injury بتعمل لها repair، لو هما insignificant artery of vein طبعا ما تضيعش وقت بتعمل لهم ligation. ثرى ووش وسيلين to let out all dirt and debris. injured tendons برضو بتعمل لهم trimming وmarking for future repair، ده في المسائل ايه injury. لو في شظية من البون مكسورة ولسه متصلة بالبريوستيوم، wash it with saline and keep it in position. لو في طبعا fractured femur هتعمل له جبيرة وتعمل له axial traction in appropriate method. The wound is going to be covered. بتدي antibiotic، بتدي tetanus prophylaxis. ساعات كتير جدا في إصابات الحروب بيبقى limb is grossly mutilated, crushed. ففي الحالة دي أنت بتعمل amputation. وخد بالك لو العيان ده الليمب بتاعه كان crushed تحت مثلا عمود خرسانة نتيجة تهدم building أو شيء، انت مجرد ما هتشيل العمود والبوتاسيوم والاكسجين راديكال وميتابوليك برودكتس اللي كانت متخزنه في الليمب دي دخلت السيركوليشن عنده هتتسبب في موته، فلازم الليمب ده يبقى امبيوتيتد قبل ما نرفع الضغط على هذا الليمب، والا تفاجأ ان العيان بتاعك جاله sudden cardiac arrest. الجروح ذات نفسه بقى، الجرح بتاع الانلت والاكزيت ده بنتعمل له delayed primary closure بعد 5 6 ايام اول ما تتأكد ان مفيش signs of infection. طيب بالنسبة لإصابات الرصاص في البطن، مثال wound انجري في الابدومن، القاعدة ايه؟ اي اصابة بطلقة رصاص في البطن should be explored by exploratory laboratory with very very few exceptions. يعني لو بالصدفة الرصاصة دي مشيت tangential في الابدومينال وول وانت متأكد بالايميجينج وبالكلينيكال بيكتشر ان هي ما سببتش انتر ابدومينال انجري، ممكن العيان ده تحطه اندر اوبزرفيشن، انما 99% من كل الناس اللي واخدين طلقه ببطنهم هيحتاج اكسبلوراتوري لابوراتومي باي فول ميد لاين انسيجن يمتد من السيف ستيرنم الى البيوبس وقد يمتد الى الثوركس ثرو سترنوتومي.
طبعا على حسب اللي سببته ده مش هتتصرف. لو لقيت ميزنتريك بلاد فيسلز بليدنج هتعمل لهم ليجيشن، لو لقيت خرم في السمول باول هتقفله، لو لقيت اخرام كتيره جنب بعضيها هتعمل لهم ريسكشن انستموزس، وطبعا هتتصرف في الكولونيك انجري لو هي سيمبل وسمول وما فيش تو ماتش كونتامينيشن والعيان بالشوكت ممكن تعمل لها برايمري كلوجر. لو غير كده وفي كونتامينيشن كتير ممكن تعمل كلوجر، بس لازم تعمل بروتكتيف ايه كولوستومي. فالتعامل مع الكولونيك انجري على حسب كام ساعة مضت على الحادثة وفي سيفير كونتامينيشن ولا لا، العيان بتاعك شوكد ولا لا. طيب بالنسبة للليفر والسبلينيك والكيدني انجري اتكلمنا عليهم ايه قبل كده. نكتفي بهذا القدر in this setting. أتمنى تكونوا استفدتوا. Thank you for viewing this video. This is Dr. Baki from Egypt Surgery Made Easy.